بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الثانوية العامة، أهلا بكم يا أبطال في أولى حلقات برنامج آخر كلام. برنامج آخر كلام برنامج سنوي بقدمه في الفترة التي تسبق الامتحانات مباشرة للثانوية العامة. طبعا هو برنامج خاص باللغة العربية. من خلال البرنامج ده بقدم 4 حلقات بإذن الله رب العالمين. الحلقة الأولى عن الجدول، إزاي الطالب يتعامل مع الأسبوع الأخير، إزاي يقسم وقته، إزاي يقسم المنهج، إزاي يحدد لكل درس وقت محدد بحيث أنه يضمن إن شاء الله أنه يخلص المادة أو يخلص المنهج في وقت معين، وعشان يبدأ يمتحن امتحانات شاملة. ومناسبة الامتحانات الشاملة إن شاء الله هتحصل من خلال هذا البرنامج على 4 امتحانات شاملة بإجابتهم النموذجية، لعل وعسى إن شاء الله يكونوا أقرب ما يكون لامتحان الثانوية العامة. الحلقة الثانية بإذن الله هقدم فيها التعبير، هخصصها للتعبير. احنا عارفين قد إيه التعبير مهم جدا. من خلال الحلقة دي هتعرفك إزاي تكتب موضوع تعبير، إزاي تخصص لي وقت محدد في الامتحان، ايه الشروط اللي يجب انك تتبعها علشان تحقق اعلى درجة بل الدرجة النهائية بإذن الله رب العالمين. هنتكلم كمان في الموضوعات المتوقعة زي موضوع قناة السويس وموضوع الشباب وموضوع النيل وموضوع المرور، وهقدم لكم لهذه الموضوعات بإذن الله في الحلقة الثانية، هقدم لها عناصر وشواهد بل موضوعات مكتوبة إن شاء الله تقدر تنزلها زي ما هتنزل الامتحانات الشاملة كده، تقدر تنزل كل ده على جهازك وتطبعه وتستفيد منه إن شاء الله رب العالمين. كمان التعبير الوظيفي يا شباب، التعبير الوظيفي بإذن الله هنتناقش فيه وهنعرف الرسالة والتقرير والمناظرة، كل ده بإذن الله الحلقة التانية ربنا يعيننا إن شاء الله. الحلقة الثالثة هتبقى اسمها مختارات. مختارات هنمشي بترتيب ورقة الأسئلة، ترتيب ورقة الأسئلة في ورقة الامتحان يعني إن شاء الله بإذن الله. عارف آخر السنة بيجي لك القصة وبعدين القراءة وبعدين الأدب والبلاغة نصوص النحو. أنا هقف بقى قدام في حلقة المختارات ديت، هخصص لكل فرع زي 10 دقايق أو ربع ساعة أقول فيهم أهم 10 أسئلة مثلا، يعني أهم 10 أسئلة في القصة، أهم 5 أسئلة في البلاغة، أهم مثلا أسئلة في النصوص، بحيث أن أنت يبقى معاك الصلب المنهج الأساسي علشان الأسئلة دي لا يخلو منها امتحان طبعا، وتقدر تتدرب عليها إن شاء الله وما تتفاجئكش حاجة في الامتحان بإذن الله. أما الحلقة الرابعة بقى يا أبطال فهي حلقة معك حتى اللجنة. الحلقة دي بتكلم فيها عن قبل الامتحان بيوم هتعمل ايه، ليلة الامتحان هتعمل ايه، فجر الامتحان هتعمل ايه، وجوه اللجنة كمان. شوف انا معاك لغاية اللجنة، يعني هسلمك كده للمراقب واقول لك سلام عليكم. جوه اللجنة تعمل ايه، تقسم وقتك ازاي، تدي كل فرع محتاج وقت قد ايه، تبدأ بالتعبير ولا تكتبه في الاخر، تنظم ورقة الاجابة ازاي، تتجنب أخطاء خطيرة جدا في اللجنة. إن شاء الله كل ده شباب في خلال 4 حلقات الجاية. ومواعيد الحلقات طبعا هي بتنزل على صفحة بنذاكر وعلى قناة اليوتيوب وعلى موقع بنذاكر، وهتبقى طبعا تقريبا يوم ويوم هتلاقي فيه حلقة. وهنبدأ النهاردة بإذن الله مع بعض بحلقة الجدول. عارفين الجدول قد إيه مهم بالنسبة للفترة الأخيرة دي. أنا بقى النهاردة بإذن الله هقترح عليك جدول. الجدول ده كان حصيلة نقاش طويل لأكثر من حوالي 15 يوم مع الطلاب في المجاميع ومع الطلاب على صفحة بنذاكر، وخبرة طويلة في وضع الجدول للطلاب. يعني من الآخر كده الجدول ده بجد خلاصة معمول بطريقة ميدانية إن شاء الله يا رب العالمين. أنا ليه بقول الكلام ده؟ علشان تبقى واثق فيه، تبقى إن شاء الله تقبل عليه كده وتنفذه وتشتغل على جدول. لأن في طلبة كتير يقول لك سيبها بس أنا هشوف أنا هعمل إيه واشتغل عشوائي. وطبعا ما فيش مشاكل بتظهر في الأول، مشاكل كلها بتظهر يوم الخميس أو الجمعة وهو رايح الامتحان، يبص لقى نفسه ما خلصش المنهج ولا امتحن شامل. ربنا ينجينا من الكلام ده كله. تعالوا بقى نعرض الجدول قدامنا دلوقتي. الجدول اللي هعرضه دلوقتي طبعا انا مش هقوله كله، طبعا هو ممكن تنزله على جهازك وتطبعك وتشوفه. انا هناقش منه يومين، اليوم الاولاني لان بقيه الايام كلها شكله، واخر بقيه الايام الخمسه يعني اللي بعديه شكله او الاربعه اللي بعديه شكله، واليومين اللي هم بتوع الامتحان الشامل. فانا هضرب لك مثالين من الجدول والباقي شبهه ان شاء الله رب العالمين. تعالوا نشوف كده مع بعض اول يوم في الجدول. طبعا هنبدا يوم 30 يا شباب، يوم 30/5
ودي نقطة مهمة، محدش يقول لي أنا حبدأ 2-6 و3-6، المنهج كبير والمادة تقيلة وما ينفعش تأجلها كده، صدقوني أنا بقول أهو. كمان ما ينفعش نذاكر حاجة مع العربي، أديك هتشوف دلوقتي الجدول وفروعه قد إيه وكتير كتير وكلامه كتير، فلازم نلتزم بالجدول اللي قدامنا ده. تعال نناقش أول يوم كده عشان أضرب لك مثل بيه، كنا عدلناه طبعا من خلال المناقشات. أول حاجة الهدف الأساسي إن إحنا نخلص خمس المنهج في اليوم ده. هنبدأ يومنا إن شاء الله وتوكل على الله 5 صباحا، مفيش سهر خلاص يا شباب، وهنذاكر لمدة 12 ساعة. 12 ساعة مش كتير يا شباب، لأن أنت هيبقى معاك 6 ساعات نوم، دول أساسيين محدش يجي جنبهم، وهيبقى معاك فترات راحة سواء فترات بينية أو راحة طويلة شوية. أول ما هتقوم من 5 ل 7 هتذاكر المقال والكلاسيكية، ومن 7:30 ل 9:30 هتذاكر الصغيران وغربة وحنين، وهتناقش دلوقتي في كل الأسئلة اللي تورد على دماغك. معقولة هخلص كل ده في الوقت ده؟ هنقول كل الكلام ده دلوقتي، بس اديني فرصة بس الاول اعرض لك الجدول وبعد كده نتناقش. وهناخد الاول والتاني من الجزء الاول والاول والتاني من الجزء التاني، دي في الفترة من 10 ل 12، وبعدين نريح ساعتين، وبرضه هتكلم كمان شوية ليه انا واخد من الجزء الاول ومنين الجزء التاني. بعد كده هنرجع للقراءة والقصة والنحو زي ما قدامك كده، هنذاكر نص ساعة بلاغة، ساعة قراءة، نص ساعة بلاغة، ساعة نحو، وهكذا. وبعدين ناخد ساعتين راحة كمان، وأرجو عدم المساس بأوقات الراحة، لأن مش هنبقى زي اللاعب اللي عمال يتدرب ويموت في نفسه ولما جه الماتش لقى نفسه مش قادر يلعب ولا قادر يجوب جوان ولا قادر أي حاجة خالص، شالوه طلعه بره. فأنا مش عايزك بقى تفضل تموت في نفسك وتروح اللجنة ساعة الإنتاج الحقيقي اللي احنا عايزينه، أبص لقيك ما انتش عارف تعمل حاجة. فشباب دي نقطة مهمة جدا وحذر منها جدا، محدش يعمل فيها سوبر طالب وتعمل سوبر طالبة ولاقيه في الآخر بيضيع للدنيا ويجي يقول لي أنا ما عرفتش حل. بعد كده بعد الراحة ديت هنرجع تاني نقرأ موضوع تعبير كده، والموضوع التعبير ده نص ساعة عن قناة السويس، هتبقى طبعا هتنزله من على الصفحة بعناصره بشواهده ان شاء الله وتقراه. وبعد كده بقى بطل تشمر بقى وتحط قدامك الامتحان اللي انت منزله برضو من على الصفحة من عندي على الجزء ده، امتحان على الجزء ده ان شاء الله. الامتحان ده هتمتحنه كأنك اخر السنة بالظبط، تمسك كده من 7 ل 10 وبجد بجد، وتعمل الموضوع بجد جدا وتحريري مش شفوي، مش تمسك لي الامتحان كده تقول كده ما عملتش حاجه، بص كده ولا استفدت من اي تجربه. فالتجربه غيتها انك انت تحل تحرير، تشوف نفسك الاول هتخلص في الوقت ولا لا، اللي هم الثلاث ساعات المتاحين، وتشوف نفسك اجاباتك، ما انت معاك نموذج اجابه، تشوف نموذج الاجابه بقى الاجابه ناقصه ولا الاجابه زياده عن اللزوم، ولا كان السؤال عايز حاجه والاجابه عايز حاجه، وتحسب درجتك وتشوف هتاخد كام، وما تتقفلش ولا تزعل ان الدرجه قليله، عادي جدا ده انت تحمد ربنا وتقول الحمد لله ان انا عندي بكره عوضه. طب اعمل ايه بعد كده؟ بعد ما تخلص بقى تاخد بعضك كده وتتوكل على الله وتروح تنام، تروح تنام. بس قبل ما تنام حطينا للدين نص ساعه، سواء بقى مسلمين او مسيحيين، نمسك الدين بتاعنا كده نذاكره ايه بقى نص ساعه كده عشان ربنا يبارك فينا كده، وما نبقاش يعني كمان حتى ايام يعني الانتاج، حتى ايام المذاكره مش عايزين نذاكر الدين كمان وعايزين نروح نغشه. لا طبعا نذاكر الدين يا شباب، ارجو لو سمحتم ضروري جدا. وبعد كده ننام، اوعوا حد يجي جنب الست ساعات بتوع النوم، انت لما هتحسبها هتلاقيني عامل لك 6 ساعات نوم، اوعوا حد يجي جنب 6 ساعات نوم، والا زي ما قلت لكم هتيجوا في الاخر هتلاقوا طبعا الدنيا باظت جدا، فاوعوا تعملوا حاجه زي كده. طبعا ده اليوم 30/5 نفس الحكايه 31 و1 و2، هبص لك كل مره انت بتخلص خمس المنهج وبتمتحن على كل جزء انت بتخلصه، لغايه ما نوصل بقى فين يا ابطال؟ لغايه ما نوصل ليوم اللي هو اليوم السادس. اليوم السادس بقى مختلف ليه بقى؟ علشان اليوم السادس ده هيبقى عباره اللي هو بيبقى يوم النسور خلاص اهوت، اللي هو يوم الخميس. يوم الخميس انت امتحانك يوم الاحد، الخميس والجمعه دي امتحانات شامله بس. طبعا امتحان يعني نعمل ايه يا استاذ؟ يعني بص انا عامل لك من 5 ل 8:30 تصفح منهج، تصفح عشوائي كده، وبعدين من 9 ل 12 تقعد تمتحن كانه امتحان اخر السنه بالظبط، تمسك تتصفح المنهج كده اللي يجي على دماغك ذاكره من الساعه 5 للساعه 8:30، اي حاجه تيجي على دماغك عشوائي بقى. او اقول لك اعمل حاجه ظريفه قوي، امسك الدروس وحط قدامها علامه من 3 علامات، يا صح يا صح على شرطه يا غلط، وتبدا بالغلط اللي هو الغلط يعني انت مش مذاكر يعني واقع منك، مع ان المفروض اصلا انت ذاكرت الكلام ده ما يكونش واقع منك حاجه، بس انا بفترض ان لسه في حاجه وقعت منك، او يعني يوم مثلا حته درس وقع منك ما ذاكرتوش ما اديتوش حقه، انا بفترض اديك فرصه للعلاج تاني اهو. من 5 ل 8:30 تصفح منهج، وبعدين تمتحن امتحان شامل. بص بقى امتحان شامل ده بقى من الاستاذ بتاعك، تنزله من على النت من عندي على صفحه بنذاكر، تلاقي امتحانات كتيره شامله، من امتحانات ثانويه عامه ما هو شامل بقى مش مرتبط بحاجه. الاربع امتحانات الاولين كانوا مهمين قوي لانهم مرتبطين بكل جزء انت بتخلصه. طب والامتحان والخامس
لا الخامس ده امتحان شامل، ما هم خمس المنهج خمس المنهج، نيجي عند الامتحان الخامس مش فيش امتحان على الخامس ده، في امتحان شامل على الايه على الكل، هندخل في الشامل على طول يعني. المهم يا شباب ان احنا تصفح منهج، وبعدين من 9 ل 12 ملاحظ انا من 9 ل 12 اللي هو الوقت اللي انت هتمتحن فيه، لاحظت؟ فانا بعودك وبعود ساعتك البيولوجيه، فكل حاجه محسوبه يا جماعه، فترات الراحه محسوبه، فترات النوم محسوبه، بخليك تذاكر في الوقت اللي انت بتذاكر اللي انت هتشتغل فيه، بخليك تمتحن في الوقت اللي انت هتمتحن فيه، وعمال اقلد اللي هيحصل يوم الامتحان بتاعك بالظبط في كل حاجه انا بعملها. وبعدين تاخد راحه كده، وبعدين ترجع تاني تتصفح المنهج مره تانية، وتشوف اخطائك اللي انت اخطأتها الصبح في الامتحان بتاع الصبح، تشوف ليه اللي حصل ده، وبعدين في الاخر ترجع اهوت من 4 ل 7 تصفح المنهج، ثم امتحان تاني شامل. يعني انت كده امتحنت عربي مرتين شامل، وفي الاخر اليوم تبقى نص ساعه دين، وبعدين ننام. اليوم اللي بعديه نفس الحكايه، اما اليوم اللي قبل الامتحان مباشره هيبقى نصه عادي، هتتصفح المنهج وبعدين تمتحن، لكن النص الثاني اللي هو بالليل ليله الامتحان ممنوع حل اسئله، ما تمسكليش اسئله وتحلها، ده انت هتمسك كده اللي يجي على دماغك ذاكره، اللي يجي على دماغك اقراه، ومش هتلاقي حاجه تخش في دماغك اصلا، انك هتبقى مشدود بقى وايه كانك رايح الصبح يعني ايه تفجر نفسك يعني. فانا عايز كل الموضوع يعني بسيط، وانت اول ما تجتازوا حاجز الخوف اللي هيحصل ده هتلاقي الدنيا زي الفل بعد كده، وانا يهمني تخرج اول يوم مزاجك حلو، وبالجدول ده ان شاء الله هتخرج مزاجك حلو، لانك لو خرجت مزاجك حلو اول يوم هتفرق معاك في المواد التانية كلها. المهم يا شباب بعد كده بقى ليله الامتحان قراءه حره ونص ساعه دين وتنام، بقول وتنام ان شاء الله تطفي النور كده وتنام. كل ده هنناقشه ان شاء الله برده في الحلقه بتاعت حتى معك حتى اللجنه. نيجي بقى للفجر الامتحان برده هنصحى كده ونتصفح نقرا قرايه الحاجات اللي بتقع مننا كتير نقعد نقراها، واخيرا ننطلق ونتوكل على الله باذن الله رب العالمين. طبعا ده كان عرض سريع للجدول، ممكن انت تنزله بقى، وان وقف او انت عندك اي تساؤل يعني ما تسالوش قبل ما تسمع اسئله زمايلك، لان انا جمعت الاسئله اللي كانت على صفحه بنذاكر واللي عندي على التليفون والى اخره، لان انا زي ما قلت لكم عملت نقاش مع طلاب كتيره. فان كان عندك اي تساؤل اثناء قراءتي للجدول تابعني بقى، شوف التساؤلات ديت هتلاقي اكيد في سؤال منه. اول سؤال مينا مجدي كان بيقول على صفحه بنذاكر، الجدول حلو بس هل هنلحق نلم المنهج في 8 ايام؟ ايوه مينا ان شاء الله هتلحق، بشرط ان احنا نلتزم بالتوقيت يا جماعه. يعني كل الاسئله اللي جايه دي حوالي اول 6 7 اسئله بيتكلموا عن التوقيت، فلذلك انا جمعتهم لانهم في منتهى الاهميه. بص سر نجاح الجدول ده وسر نجاحك في انك تخرج من اول يوم مزاجك زي الفل، انك تلتزم بالتوقيت بتاع الجدول دي، اهم نقطه عندي، لان الناس بتقعد ايه تذاكر كان هيمتحن يوم القيامه يعني. اسراء بتقول نقطه مهمه قوي، بتقول لي اسراء حسان بتقول لي مستر انا في حاجات في الادب والنصوص وفصول في القصه الجزء الثاني واقعين مني، وحاجات اول مره افتحها اذكرهم دلوقتي احسن قبل ما ابدا يعني 30/5؟ يعني انا منزل الجدول بدري شويه يعني قبل 30/5 بحوالي 6 7 ايام اهو، يا ترى اذكرهم دلوقتي يا استاذ ولا اخليهم مع الجدول وخلاص؟ لا الحقيقه انا اقترح عليك يا اسراء انك تذاكريهم دلوقتي، انك بقدر الامكان ما نخشش الجدول وفي حاجات واقعه خالص كده، ليه؟ عشان اقدر احقق التوقيت. طب فلنفرض ان احنا سمعنا الفيديو ده متاخر شويه ولقينا ان احنا لازم ننفذ الجدول وكان في حاجات واقعه، يبقى تشد حيلك بقى بطل، يبقى تشد حيلك يا بطله، يبقى ننجز ونشد حيلنا. وممكن بقى الدرس اللي انا مذاكره مثلا قيم انسانيه انا مذاكره قوي وانا حاطط له ساعه وانت الصغران واقع منك قوي، خلاص مش حد الساعه كل الساعه ما اديهاش لقيم انسانيه بقى، ادي له نص ساعه مثلا واروح احط النص ساعه دي لمين؟ للصغران. فكل واحد ادرى بقى، ممكن تلعب في التوقيت شويه لكن ما تهدوش، ما تخترعش توقيت من عندك ولا تزود حاجة من عندك لو سمحت. تيتي شيري بتقول أنا مش بعرف أنجز الكميات دي في ساعتين أعمل إيه؟ بص يا تيتي أنت كده سألت سؤال مهم جدا، معظم الناس كانت بتقوله وبتقولولي معقولة يا أستاذ الصغيران في ساعتين هو غربة وحنين، ده الصغيران لوحده عايز 5-6 ساعات، يبقى بنذاكر غلط. يبقى يا جماعه انا مش حاطط الجدول ده لاول مره تفتح، ده انا مش حاطه يعني، انا الجدول ده مش محطوط لاول مره حد يفتح حاجه، لا ده صعب بصراحه عليا، لكن الجدول ده محطوط لناس اكيد ذاكرت مره ولو مره او مرتين قبل كده، يعني عنده فكره حتى عن المنهج، فممكن النص يجي في ساعه. وبعدين احنا يعني هو احنا نمسك ورقه وقلم ونسمع يا جماعه؟ لا ده انا بمسك النص زي ما هجاوب كمان شويه زميلتكم كانت سائله في السؤال ده سؤال مهم قوي، بمسك النص اقرا قرايه سريعه واشوف الاسئله بتاعته. فيا تيتي مش عايزين نبالغ، عايزين ننجز وعايزين نعرف ان احنا حل الاسئله هو اللي هيثبت المعلومه،
وان شاء الرحمن الرحيم هتلاقي نفسك كده استعيني بالله بس كده ونقفل الموبايل وما نقعدش في وسط الناس ونركز هنلاقينا والله باذن الله خلصنا في الوقت المعتاد. طب فلنفرض يا تيتي انا بقى يعني عمال ايه يعني اكلفك بشيء انت مش حاسه انك مش هتقومي بيه، لا انا مهما تقولي يا استاذ انا بطول شويه في المذاكره، والله يبقى تبداي بدري شويه، يعني نبدا بدري نبدا نسمع الجدول يا رب بس تكوني سمعتيني، ونسمع الجدول زمايلكم بقى اللي سامعيني اللي حاسس نفسه ان الوقت ده قليل وهو يعني عايز وقت اكتر من كده، خلاص يبقى يبدا الجدول بدري، بدل ما يبداوا 30/6 يبداوا بقى 25/6 ولا بدل ما يبداوا 30/5 يبداوا 25/5 ولا حاجه، علشان يضاعف المده، يعني بدل بقى ما الصغيران محتاج ساعه لا اهدله ساعتين، ما خلاص من الوقت اتفتح معايا. فارجو ان احنا ننجز بالسريع المفيد، ما نقعدش نسمع كل شويه وما نقعدش نرجع لورا كل شويه ونقعد نتاكد من اللي احنا عاملينه شويه، ننجز يا جماعه ونركز لان التركيز هيوفر وقت جدا. كلوزد ايز بتقول لي جزاكم الله خيرا وجزاك مثلي يا بنتي، بس هل النحو والبلاغه في ساعه واحده؟ اه يعني انا فهمت سؤالك، هل نحل نحو وبلاغه في نفس الساعه؟ والله بصي اذا كان ده قصدك يعني من سؤالك ممكن عادي، ايه المشكله احل قطعه بلاغه وبعدين احل قطعه نحو وبعدين ارجع للبلاغه، المهم اخصص الوقت ده للنحو والبلاغه، ممكن احل مثلا نص ساعه بلاغه متواصل وبعدين ارجع للنحو، وانا زودت الوقت شويه خليت نص ساعه للنحو نص ساعه للبلاغه وساعه للنحو حل او مراجعه قواعد زي ما انتم عايزين. ميرا عماد بتقول الراحة تكون نص ساعة بين الفروع المختلفة ولا ساعتين على بعضها أحسن؟ والله يا ميرا كل واحد هو عايز، يعني ممكن انت تمسك الساعتين دول وتقسميهم كل نص ساعة مثلا تزودي راحتك ما بين المواد حسب ما يجيلك، او انك انت عايز الساعتين على بعض، والله كل واحد وزي ما هو عايز وحسب ظروفه، المهم ان احنا في الاخر مذاكرين 12 ساعة مخلصين خمس المنهج، ده اهم حاجة، دي اهم حاجة عندي علشان ما نطلعش برة توقيت المنهج. محمد خالد بيقول لي مستر هو 12 ساعة مش كتير ممكن يؤدي الملل؟ لا يا محمد والله حتى لو أدى الملل لازم في صبر، يعني احنا داخلين امتحان مهم جدا جدا ولازم ان احنا نصبر ويبقى عندنا مشاعر الخوف مشاعر الملل، مش خوف يعني خوف الخوف المنتج ان انا مش هحس بالوقت اصلا بقول يا رب يكفي، فانا عايزك يا محمد يعني ما تشعرش بالملل، وانا فهمت قصدك برضو انت وضحت لي بعدها انك انت عايز تقول نبدا بدري شويه عشان ما نضغطش الدنيا كده على بعضها، والله اذا كان عندك وقت يسمح لك انك تبدا بدري والمواد التانية مش معاكسك كده ابدا بدري، وعشان كده انا نزلت الجدول بدري شويه. السؤال اللي بعديه بقى ده ما حدش ساله انا اللي سالته يعني بقول لكم طب انتوا ما سالتوش ليه على الدروس وتعارضها مع الجدول؟ افرض الدرس يعني انت عندك درس يعني في الوقت ده انت عندك درس ولازم تنزل، طب ما انا بذاكر. والله بص بقى اولا انا ما انصحش في الفتره دي تنزل دروس بصراحه، لان انا شايف ان الدروس ديت في الوقت ده ملهاش لازمه، اللي اتقالت قال خلاص. حاجة تانية انك لما بتنزل بتضيع وقت، قبل الدرس بساعتين تبدأ تستعد وبعد الدرس بساعتين عمال ترغي مع زمايلك، كمان بترجع محمل بقى بإحباطات رهيبة، بتبقى نازل نفسيتك او تنزل نفسيتك كويسة يا بنتي تقابل بقى زميلتك عمالة تعيط وزميلتك التانية يقولك اصلها اغمى عليها ودوها المستشفى، وتسمع كمان كلام بقى ناس ضعيفة جدا، ناس يعني ناس نفسياتها ضعيفة، فبيبدأ الجو شوية بيبقى عصبي ومشدود. فانا عشان كده بنصحك تقعد في بيت هادي، انت عصبي لوحدك غير لما تشوف بقى الناس حواليك بالشكل ده، فانا برجح انك انت تحمي اعصابك من الزحمة وتحمي وقتك من الضياع وتحمي احباطات النفسية اللي ممكن تتنقل لك، وتحمي نفسك من استاذ مش فاهم شوية ممكن يقعد يقول لك والله ده الامتحان هيجي صعب، ناس كده غريبة بتتكلم في غير وقته. فانا عشان كده بفضل انك ما تنزلوش دروس، اللهم الا ما رحم ربي بقى انت بتنزل وعارف ان استاذك بتستفيد منه وعارف انك انت رايح مجموعة هاديه وعارف انك فعلا ممكن تسال استاذك وعندك حاجات عايز تعملها انزل، لا دي برضو مش همنعك تنزل لو المبدا ده، مش هتضيع وقت، مش هترجع محبط، الاستاذ بيفيدك وبيجاوب لك على او عندك اسئله، ده كويس قوي. لكن لو انت بس على قد بقى، طب اعمل ايه في الوقت اللي ضاع ده؟ ما ضاعش ولا حاجه بقى، خد نص ساعه من الماده دي على ربع ساعه من الراحه على نص ساعه، هتلاقيك في الاخر قعدت ساعتين في الدرس ممكن تعوضهم من اوقات الراحه على اوقات الايه؟ على اوقات اللي هي البينيه ما بين الدروس، هتتصرف ما تقلقش، يعني الساعتين بتوع الدرس مش هم اللي هيبوظوا الجدول يعني، دي من الاخر يعني. شروق بقى بتناقشني شروق الامل بنت الحبيبه بتقول لي استاذ الجدول حلو
بس القصة مش أحسن نذاكرها ورا بعضها، يعني الفصول كلها تبقى في نفس الجزء ومتتالية ولا إيه؟ بص يا شنو، أنت سألت السؤال ده ونفس السؤال برضه اللي هو محمد الدكروري سأله برضه بعدك، قال برضه قال من رأيي المتواضع إن القصة لابد تكون مترابطة في أحداثها وإلى آخره. أولاً أنتوا الاثنين تشكروا على أساس أنتوا عايزين يعني تساهموا باقتراحكم، بس أنا يمكن أنا رديت على الصفحة وقلت يا جماعة أولاً الجزء الثاني في قصة الأيام تقيل شوية، فأنا مش عايز أأجله وأنت طاقتك بتقل كل مادة، فما نخليش الحاجة الكبيرة في الآخر وإحنا عمالين طاقتنا بتقل وتحصيلنا بيقل وأعصابنا بتتشد، فما ينفعش أنا أخلي الجزء الثاني في الآخر، ما ينفعش خالص. ثانيا السؤال بيجي في الامتحان ممكن يجي السؤال كده خليط، يعني يجيب لك الجزء الأول ويجيب لك القطعة من الجزء الأول ويسألك في الجزء الثاني، فأنت أنت ما أنت بتحل وأنت بتجاوب من الجزء الأول والجزء الثاني في نفس اللحظة، فدي نقطة مهمة جدا لازم نخلي بالنا منها، ان انا حتى اذاكر بطريقة اللي انا احل بيها. كمان الاحداث اصلا مش مبنية على بعضها في قصة الايام، تعرف ان هي مشاهد منفصلة وقفزات طه حسين كان بيقولها. اذا يا شباب انا ارجح بل اؤكد انك انت تذاكر بالطريقة اللي انا حطيتها ديت، لان انا عارف عشان ما تتقلش عليك القصة في الاخر وعشان ما تزوغش من الجزء الثاني، لان ممنوع. اوعوا اوعوا يا جماعة، السنة اللي فاتت جايب سؤال من الجزء الأول وسؤال من الجزء الثاني في نفس القطعة، السنة دي امتحان السوداني السؤالين من الجزء الثاني، مش عايز مغامرات لو سمحتوا. بالله عليكم مش ناقصة، يعني مش هنيجي على القصة ونقول مش عارف ايه يعني. وبعدين يا سيدي لو الجزء الثاني يعني تقيل عليك قوي كده، عندك الخرائط الذهنية، عندك انا مراجع الجزء الثاني ده، والله لو شفت اليوتيوب على اليوتيوب الحلقة ديت ونزلت تحتها رابط نزلت فيها الخرائط الذهنية بتاعتها، والله لا هيوفر عليك وقت كتير جدا، ففي حلول يعني ان شاء الله بإذن الله يعني. انما بقى اذا كنت مصمم انك انت تذاكر الجزء بالترتيب برضو ما عنديش مشكله، اتوكل على الله، بس المهم اهم حاجه انك انت تخلص في التوقيت اللي انا بقوله. نيجي بقى ليه ميرا عماد. ميرا عماد بتقول مستر انا واحده من الناس صعب اذاكر نصين ورا بعض، المعلومات بتخش في بعضها، فمش من الاحسن ان احنا ناخد ادب وبعدين النص بتاعه وبعدين ناخد ادب وبعدين النص بتاعه بحيث يكون في فواصل؟ والله يا بنتي براحتك، انا لا اعارض ولا امانع، المهم نلتزم بالتوقيت. التعديلات البسيطة دي بان انا خدت نص ساعة من راحتي مش عارف حطيتها في ايه، او خدت نص ساعة من قيم انسانية حطيتها على الصغيران، الجدول مرن، مفيش مشكلة ان احنا نعدل التعديلات اللي ما تبوظوش اللي ما تهدوش، اهم حاجة نعدل التعديلات العاقلة بشكل خالص يا ميرا. ندى عادل بتقول بالنسبة للتوقيت المحدد يا مستر ده هيكون هنعمل في ايه؟ والله يا ندى انت فعلا سؤالك مهم جدا، يعني قصدي ندى بتقول يا ترى هنعمل في ايه؟ يعني بص اكمل لكم سؤال ندى عشان يبقى واضح، يعني هل نقرا الحاجات دي علشان نفتكرها، ولا هنحل عليها من امتحان الثانويه العامه، ولا هنراجع الاسئله المحلوله، ولا ايه النظام يعني يا استاذ؟ يعني بارك الله في حضرتك وبارك الله في حضرتك يا ندى. والله يا ندى بصي براحتك يا بنتي، وانا عايز كل اللي بيسمع السؤال ده يركز معايا علشان مهم قوي سؤال ندى. أذاكر إزاي دي مهمة قوي في الفترة الأخيرة، زي ما قلت مش هنمسك ورقة وقلم ونقعد نسمع إلا الحاجات اللي هي فعلا أنا حاسس أن أنا مش عارف أسيطر عليها. هنذاكر بطريقة السريع المفيد، همسك شوية بص الطريقة هعمل إيه، أمسك نص الصغيران مثلا أقراه وبعدين أروح ربع ساعة كده أقراه يسألني أقراه نعمل إيه، اسمع الكلام بس، وبعد ما تقراه روح شوف حل عليه من كتاب الامتحان أو من كتاب المدرسة أو أي من أي كتاب محترم حل عليه، هتظهر لك بعض المشاكل اللي انت ناسيها، حددها وارجع تاني النص الصغيران ذاكر. يبقى انا بذاكر احل اكتشف ثغرات ارجع تاني اذاكر اروح احل اكتشف ثغرات وهكذا يا شباب، هو ده الصح. لكن امسك بقى اقعد اسمع الاول وبعدين بعد ما اسمع احس ان انا نسيت فارجع اسمع تاني وافضل اذاكر في اللي متذاكر، يبقى انت كده مش هتخلص ولا يوم القيامه حد. انا بقول لك اهو، فاذا طريقه المذاكره في كل الفروع كده بقى، في كل الفروع كده، مذاكرة قراية الدرس الربع ساعة تلت ساعة، أروح أطلع على أسئلته أكتشف عندي ثغرات أرجع هي دي اللي أدوس عليها شوية يا شباب. ده بالنسبة لسؤالنا ده المهم. سهر شاهين بتقول لي مستر بالنسبة للحل على كل جزئية مش مفروض يكون لها في الجدول؟ ما احنا كده هو أنا كده جاوبت ندى سؤالي يا سهر، يبقى بيندرج تحت سؤالك يا سهر بيندرج تقريبا تحت سؤالنا ده، ان احنا هنذاكر ونحل في نفس الوقت. كلوزد ايز بترجع تسال تاني وبتقول كلوزد ايز بقى بجد يعني سالت سؤال برضو مهم ما حدش ساله خالص اللي هي تقريبا يعني بيقول بالنسبه بقى للامتحان وموضوع التعبير دي بقى هناخدها ازاي هنحصل عليها يا جماعه عشان ما تدوروش على الروابط كتير، كل مره هتلاقي الرابط على صفحه بنذاكر
ومتكرر، يا إما الرابط تحت الفيديو اللي أنا بتكلم عليه في اليوتيوب. لو بتسمعني من اليوتيوب هتلاقي تحت الفيديو تحت الرابط، لو بتكلم في التعبير هتلاقي الرابط تحته، لو بتكلم في المختارات هتلاقي رابط الأسئلة تحته، لو بتكلم النهاردة في الجدول هتلاقي رابط الجدول تحته، أما الامتحانات هتلاقي الرابط صريح على صفحة بنذاكر وعلى قناة اليوتيوب وعلى موقع بنذاكر، فما تخافوش يعني الرابط هتبقى واضحة جدا ما تقلقوش خالص. والتوقيت طبعا هيبقى متتابع ورا بعضه إن شاء الله، يوم ويوم تقريبا هتلاقوا حلقة من خلال الفترة ديت، بحيث إن الأسبوع الأخير تبقى الأدوات بتاعتك معاك إن شاء الله رب العالمين. إسلام عادل بيقول لي الجدول رائع، شكلنا عم إسلام بيقول لي وده اللي احنا محتاجينه بالظبط تمام، بس كان عندي استفسار يا مستر، نبدأ 30/5 احنا نبدأ في الجدول، طب وحضرتك هتشرح ايه يعني ازاي يعني؟ والله حضرتك هيبقى معاك على الصفحة من خلال الفيديوهات اللي انا بنزلها ديت، وقلنا في فيديو للتعبير وفي فيديو بتاع مختارات وفي فيديو بتاع حتى اللجنة، معك حتى اللجنة، والله هجاوب على الأسئلة، اي سؤال هيجيني على صفحه بنذاكر قدر استطاعتي، وارجو الناس تبقى تصبر عليا لان كميه اسئله يعني الحمد لله كتيره جدا بس بتحتاج وقت كتير جدا، فانا والله يا دوبك انا برجع بقعد اجاوب عليها لغايه الصبح يعني. الحاجه كمان اللي هنعملها راديو بنذاكر، راديو بنذاكر هتلاقيني اعلن عن مواعيده، هي طبعا في الاسبوع الاخير هيبقى تقريبا يوم ويوم مع بعض ان احنا نجاوب ونحل واقول ملاحظاتي، فهتلاقيني معاك ان شاء الله يعني ما اكثر وسائل الاتصال، ما تقلقش باذن الله رب العالمين. شكرا يا اسلام على سؤالك عشان ده يوضح للناس برضو نقطه. نوبل، طيب المراجعه دي حضرتك هتحل معايا ولا احنا هنحل مع نفسنا وخلاص؟ اهو نفس السؤال بتاع اسلام، فقلت انت هتحل وانا هحل معاك. فدي كانت مجموعه الاسئله اللي أثيرت على صفحة بنذاكر، وبعض الأسئلة اللي برضو أنا ضمنتها لأنها كانت أسئلة شبيهة بالأسئلة اللي بيجيني على التليفون أو الأسئلة اللي في المجاميع. لو عندك لسه أسئلة ابعت لي على دور على الرسالة ديت اللي هي بتاعة المناقشة اللي أنا عرضتها للجدول، انزل بس في الصفحة شوية جماعة، الصفحة مليانة، صفحة بنذاكر مع الأستاذ أسامة عز الدين على الفيسبوك الصفحة مليانة، انزل تحت هتلاقي حاجات كتيرة جدا، بس لو عايز المذكرة بتاعتك يا أستاذ على الصفحة والله لو نزل، بس انزل تحت دوروا ما تكسلوش، بس انزل تحت لأنه هو بوست قديم شوية، انزل كمان هتلاقي عندك الخرائط الذهنيه وفيديوهات كتيره ابناء الطلاب، مش عايز اطول عليكم اكتر من كده، بس ارجوكم لو سمحتم اول ما الجدول ده يجي بايديكم لو سمحتم امشوا عليه، وربنا هيكرمكم ان شاء الله اخر كرم. الجدول محطوط بمنتهى العنايه ومراعي كل حاجه عشان ينظم لك مجهودك، بحيث انك في الاخر تحس انك انت اللي مسيطر على الماده مش الماده اللي مسيطره عليك، ما تكتشفش مفاجآت وحشه بعد 3 4 ايام من المذاكره، ودي اخطر حاجه في الموضوع. كمان يدي لك هدوء نفسي لانك مش شايل هم حاجه انت ما ذكرتهاش، يعني لما بتيجي تذاكر حاجه وتقول انا ما ذكرتش ديت، فالجدول بيطمنك بيقول لك لا ما تخافش ما لها ميعاد، ولا الامتحانات الشامله لها ميعاد، وهكذا شباب. وارجوكم لو سمحتوا وفروا وقتكم وفروا اعصابكم، وبجد لو انت مشيت معايا انت مش محتاج تروح دروس اصلا، عندك كل حاجه ان شاء الله رب العالمين، وربنا يقدرنا يديكم كمان وكمان باذن الله، انتوا تستحقوا كل خير، انتوا ايها الجيل الرائع، ويا رب تطلعوا اول يوم فرحانين من اللجنه، لان لو اول يوم سمعتوا الكلام ومشيتوا على الكلام ده ونفذتوا الجدول ده ودخلتم ولقيتوا الاسئله شبيهه بالاسئله اللي كنت بتحلوها معايا ان شاء الله، وطلعت من اللجنه فرحان ومبسوط، انت مش متخيل دي هتديك طاقه دافعه قد ايه للمواد اللي جايه ان شاء الله باذن الله. يا رب يفرح قلوبكم ان شاء الله ويفرحنا بيكم وتدونا الامل في الجيل القادم الرائع، وربنا يوفقنا جميعا ابناء طلاب وطالبات مصر الرائعين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.